نعم. طيب شيخنا، في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال: إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العام إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟ بلا شك أقول بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامي إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به؟ يفهم من هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقول ثم هو إن شاء فعل بما أفتاه المفتي وإن شاء لم يفعل. هل أحد يفهم هذا الفهم؟ أما الفهم الصحيح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم. هل من خلاف في أن الصواب في فهم الآية هو هذا؟ هو كذلك. فإذا العامي إذا سأل العالم وأفتاه في بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى، إلا في حالة أنه دخله شك أو ريب في هذه الفتوى، وهذا يقع كثيرا خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم كأهل الجهل، كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ابتلي العامي بأن سأل رجلا يظن أنه عالم فأفتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير ايش المال في الصندوق، ايش يسموه صندوق التوفير، الفوائد البنكية، فإذا ابتلي عامي بمثل فتوى طنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى، فلم يعمل بها إلا بعد أن سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها. أما إذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحينئذ يأتي ما ذكرناه آنفا مما تدل عليه الآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يدلنا على صحة قول سميك أبي إسحاق الشاطبي أن فتوى المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة لغيره، وإلا صار الدين فوضى وصار الدين هوى، ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة
أريد أن ألفت النظر إلى أن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يجيبون على عامة المسلمين كلهم أجمعين أبتعين أكتعين، يجبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة، ما يجيزون له أن يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز إلى آخره مسلما إلا مقرونا بالدليل. هذا غلول، وهذا يعني إفراط في إيجاب ما لا يجب على عامة المسلمين. ومن هنا أتوصل إلى لفت النظر إلى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا، ألا نقتصر على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط، بل نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح، لأن منهجهم يوضح لنا كثيرا من الأمور التي قد تخفى على الجماهير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من دونهم. وهذه المسألة من هذا الباب. ما الذي يجده الباحث في آثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر أو ابن مسعود وغيرهما من أصحاب الرسول عليه السلام؟ أكان المفتي حينما يفتي برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا؟ لا، قد يقع هذا أحيانا، ولكنهم كانوا غير ملتزمين لذلك. هذه نعرفه بالتواتر، أنه لم يكن من منهج السلف أن يفتوا عامة الناس. خذ مثلا قضية لها علاقة بفريضة من الفرائض في قسمة إرث من المواريث، فيقول لفلان الثلث والآخر الربع وإلى آخره. والله أنا أعترف بنفسي أنني لا أستطيع أن أفهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل، فكيف للعامة من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل؟ لم يكن عمل السلف على هذا التشديد، بأن كل فتوى على كل مفتٍ أن يقرن فتواه بالدليل، وأن كل مستفتٍ عليه أن يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل. هذا ما أردت لفت النظر إليه، لكني أرى أن نقف قليلا لأني أجد أننا قد بدأ النعاس يداعبهم، يداعب أجفانهم، فلننتقل الآن إلى مواضيع خاصة صاحبنا ظهر العرق في جبينه، استراحة قليلا يعني. مثل نصلي العشاء في الاستراحة. نقول أحسن شيء، تفضلوا أذنوا. الإمام في الخامسة.